فجأة لا ريح 10 ايام تاني. هو طبعا يعني دي طبعا زي ما انت قلت بعد ما خلاص كنا قطعنا شوط كبير والاستعداد واللاعب بيرفع درجة تركيزه والجهاز كمان بيرفع درجة تركيز اللاعب او عموما الفريق يعني بيحصل ان انت بيجي لك قبلها بيوم على طول او قبل الماتش بيوم يعني ان المباراة اتأجلت فدي طبعا بتعمل حتة هبوط شوية لكن احنا مستر مانويل اصر ان هو يمشي على نفس البرنامج وبسرعه رتبنا المباراه دي في نفس التوقيت المباراه بتاعت الاسماعيلي ونفس البرنامج ماشي زي ما هو بكره تمرين وبعد كده يومين راحه وشغالين عادي يعني النهارده طبعا يعني مباراه وديه ما نقدرش نقول ان هي الا ان مباراه وديه بتطمن على الحاله اللي عندك بتحاول تقرب ناس كانت بعيده عن المباراه الفتره اللي فاتت بتحاول تقربها النهارده يعني رامي برضو كان في شك شويه من اصابته وكان يعني الدكتور اياب كان مدي فرصه على اساس نشوفه ويبدا يخش اذا لجأنا الحاجه هيبقى خلاص هو ده الحل الثاني الحل الثاني بقى اللي هو الحقن ف يعني بقول عسى ان تكرر شيئا خير لكم انه كانت ممكن تحصل مباراه اسماعيلي بثلاث نقاط في مسابقه الدوري النهارده حصلت في مباراه وديه لكن ان شاء الله انا بتمنى له ان شاء الله ان هو يعمل الحقن وان شاء الله يرجع ويبقى سليم ان شاء الله ويلحق ان شاء الله البطوله غير كده طبعا الايجابيات زي ما انت قلت ان كون سيد حمدي يسجل النهارده فضل بيسجل عبد الله السعيد يعني الايجابيات دي كلها لعبنا الشوط الاول بطريقه الشوط الثاني بطريقه بنزول العيش غيرنا الليبرو لعب شديد واحمد الشوط الثاني فالحاجات دي كلها طبعا بتطمن عليها على اساس ان انت بتلجأ بعد كده احنا لما هنخش في المباراه ابتداء من يوم 22 مش هتلحق خالص لان هتلعب كل اربع ايام وداخل بقى فيها مباراة تقيلة مقصة زمان خليني يعني أشارك معاك كابتن محمد في جدل الناس بتجتهد فيه جامد قوي خاص بطريقة اللعب الناس مش يعني لسه مش وصل لها ان انا ممكن اغير طريقة لعب في الهاف تايم وممكن الماتش اللي بعده حسب المنافس الاقتصادي حسب امكانية اللعيبة وظروفها في المرحلة دي المباراة اللي فاتت شفنا تغيير في لعيبه كتير تغيير في طريقه لعب بنشوف شديد قناوي جنب سيد معوض مره بنشوف ليبرو مره المهم قوي انك طبعا واحد من الجهاز تقول بس للناس ان ما يعني ما يبقوش مخضوضين قوي او ما يبقوش مهيئين لطريقه لعب واحده طول الموسم ما يبقوش مهيئين للعيبه معينه انت في قوام مزبوط. وبتعتمد عليه وكل واحد لازم يبقى جاهز وفي كمان لعيبه انا هضيف بقى الكلام لحضرتك كمان ان في لعيبه بتركبها في طريقه وممكن لما بتغير الطريقه بتضطر تغير اثنين او ثلاث لعيبه تانيين في الطريقه لما بتغير الطريقه النهارده احنا لعبنا الطريقه تختلف عن مباراه الاسماعيلي لان احنا في مباراه المقاصه الطريقه تختلف عن طريقه او اداء تاني غير الاسماعيلي دي بتبقى طبعا ودي احنا قلناها قبل كده ووضحناها ان فريق زي النادي الاهلي طبعا بنلعب مباريات ليها أهداف وليها يعني سيناريوهات مختلفة ما ينفعش ألعب مثلا مباراة زي الإسماعيلي برا زي مثلا إسماعيلي مش عايز أذكر طبعا أسامي لكن مباراة على ملعبك غير مباراة برا ملعبك إيه الهدف من المباراة طب أنت متأخر بهدف أثناء المباراة بقى عايز أعمل كثافة هجومية بشتغل إزاي لو أنا مثلا كسبان بفرق هدف أو هدفين وعايز أأمن فبلعب ازاي لو حاسس ان في ضغط من الفريق التاني من الخصم عليا الحاجات دي كلها طبعا لابد ان فريق زي بحجم النادي الاهلي يكون عنده اكثر من طريقه سواء بتلعب اربعه ورا ليها مشتقات طبعا وكلنا عارفين ان ممكن تلعب اربعه ثلاثه ممكن تلعب اربعه باثنين ممكن تلعب اربعه واحد ثلاثه اثنين فراوده يعني ليها مشتقات كتيره بس طبعا دي بترجع للكوتش وبترجع للحاله اللي انت شغال فيها والهدف منها يعني برحب بكابتن سمير كمونه كابتن في بيتك طبعا كمش متعنا النهارده متعنا فرقه كويسه والله فرقه كويسه تنظيمها كويس ومستمرين حتى اتكلم معاكم كنا قاعدين بنقول ان هم محافظين على الشكل بتاعهم تنظيمهم كويس في الملعب اتمنى له ان شاء الله طبعا انه يعمل ومختلفين عن بعض يعني كل واحد له شكل مختلف الحته دي مهمه قوي تشرحها لنا مهمه طبعا وهو يعني هيبقى فيه ثبات شويه لتريكا لان تريكا الحته اللي هي بتبقى تحت الراس حربه هو عنده انت عارف تريكا عنده حته اللمسه حته التاتش اللي ممكن يوصل
عبد الله ووليد بيتغيروا على طول وبيغيروا مع بعض، ودي تعليمات طبعا مستمره على طول. الاثنين عندهم صفه سرعه، عندهم لما وليد كمان بيروح ناحيه فتحي يقدر عنده امكانيه ان هو ممكن يعدي من بره وممكن يخش لجوه ويشوط. كذلك عبد الله برده من ناحيه الميزه كمان ان وليد لما بيلعب مع سيد او فتحي وعبد الله كذلك الاثنين حافظين بعض يعني. يعني وليد سليمان وعبد الله السعيد حافظين فتحي وسليمان معاه. وبالتالي طبعا بيحصل مهم قوي ان يبقى في جنب متفاهم وبيقدروا ان هم يلعبوا كره صغيره او واحد يسقط والتاني يكمل. الحاجات دي كلها طبعا يعني شغل. لا هو فتحي ما شاء الله عليه محافظ على نفسه، بعتبره يعني لعيب يتمنى اي مدير فني ان يبقى عنده احمد فتحي ده ما شاء الله. احمد فتحي يعني الملاحظه اللي انا عايز اقولها ان فتحي ما شاء الله لعب الماتشات الوديه كلها كامله. لان احنا طبعا يعني في حته الباك رايت شريف عبد الفضيل مصاب طبعا. ففتحي ما شاء الله يعني عليه راجل ولعيب فعلا زي ما قال كابتن زكريا يتمنى اي مدير فني. جوكر بيلعب في اكتر مكان دي حقيقه يعني مديله اسم سوبرمان ما شاء الله ما شاء الله عليه. مش عايزين نحسده. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله اكيد. كابتن كمونه برضو من الحاجات اللي برضو فرقتك ايه عايز تصعد؟ الامور ماشيه ازاي؟ عندك الامكانيات انك تصعد ولا لسه بتقول يا هادي السنه دي الامور تمشي عادي؟ طبعا انت في درجه ثالثه. يعني تحت الممتاز بيه ان شاء الله ممكن نصعد ممتاز بيه، انما الامكانيات هي محدوده شويه. محدوده. اللعيبه طموحها ان هي ممكن تصعد، لكن انا كلمت مع رئيس. احنا بنتكلم النهارده ان شوف الدوري عمال يتاجل، الله اعلم الدوري ده هيخلص امتى. انا اقول خصوصا كمان ان 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 عندك برنامج منتخب اولمبي عايز يحط البرنامج بتاعه اعداد وعايز يوقف الدوري عشان الانديه تلعب. والله انا قلت